بمؤازرة ذلك، سارع المسؤولون في شركة مطار البحرين إلى تقديم إيضاح شمولي لمختلف وسائل الإعلام في المملكة حول أدق التفاصيل التي مر فيها تمرين الطوارئ 16 والمراحل التي شهدتها عملية الإخلاء الوهمية للمصابين من الطائرة المتضررة وإسعافهم بشكل مهني. تم ذلك عبر نافذة المؤتمر الصحفي الذي أفصح من خلاله محمد البن فلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين عن الأهمية القصوى التي دعت إلى تنفيذ تمرين الطوارئ 16 والذي تكاتفت فيه الجهود الرسمية والخاصة كافة ممن شاركت عبر كوادرها المؤهلة من أجل إنجاحه والخروج بنتائج تقييم إيجابية تتلائم مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي. السيناريو اليوم كان أن يشب حريق في أحدى الطائرات ويتم التعامل معه، وبعدين تستجيب جميع الجهات للتعامل مع الحريق نفسه ومع المسافرين اللي على الطائرة. طبعا مثل ما انت عارف احنا نمر في مطار البحرين اليوم بمرحلة تغيير شامل، بما فيها بناء مبنى مسافرين جديد، نفس المبنى ذي يحتوي على بعض غرف العمليات اللي راح تستبدل بعض الغرف العمليات اللي اليوم تدار منها حالات الطوارئ. فواحد من أهداف التمرين اليوم هو قياس أو التأكد من جميع الاحتياجات اللي راح تتم في مبنى المسافرين الجديد بناء على النتائج اللي راح نطلع بها من ذي التمرين.